بالضبط. عايزة أعرف فرق الإعلانات العمل اللي بتيجي على الفيسبوك عنها، عن اللي بتيجي على انستجرام، عن تويتر، عن غيرها من الحاجات المختلفة. إيه اللي بيميز الفيسبوك؟ لأنه الفيسبوك ليه عدد كبير جدا من المستخدمين، وبتلاقي معظم الناس أول حاجة تروح لها في الوطن العربي هي الفيسبوك. الحقيقة الفيسبوك بالنسبة لفرص العمل عم يعطي مساحة أكبر للنقاش، مساحة أكبر للشرح من غيره من المنصات. لذلك حقيقة فرص العمل للأشخاص اللي المعلنين عن فرص العمل عم تكون أفضل تواجدها على الفيسبوك. طيب أنا كحد بدور دلوقتي على فيسبوك على فرصة عمل، خلينا ندي مثال، يعمل إيه؟ يكتب إيه؟ الإعلان اللي يجيله يدخله إزاي؟ لأنه في بعض مثلا بيضغط على الرابط، يخاف لا يكون هاكر مثلا، يخاف لا يكون أي حاجة مش مظبوطة، فيقول بلاش يا عم، إيه أتبع أسلوب السوشيال ميديا وخليني في الأسلوب التقليدي المعروف ده بالنسبة لي النمطي، أأمن لي كتير، على الأقل بيبقى فيه موقع شركة أو مقر شركة بروح أتعامل معاه، وبالتالي الموضوع بيبقى فيه أمان أكتر. بالتأكيد الحذر واجب بكل الأحوال، سواء في أسلوب البحث التقليدي أو بأساليب البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن مؤخرا فيسبوك أضافت ضمن خاصية البحث بحث عن فرص العمل، وأصبح بإمكان الشخص من ضمن خاصية البحث في فيسبوك البحث عن فرص العمل التي تم الإعلان عنها في المناطق القريبة من تواجد الشخص. فبهذه الطريقة يستطيع الوصول إلى فرص العمل التي يعني تم الإعلان عنها بشكل رسمي، وليس التي قد يكون قد تم الإعلان عنها بطريقة غير رسمية، ومن الممكن أن تحمل بعض الروابط الخاطئة حقيقة. طب يعني الواحد يدخل في السيرش اللي فوق بالضبط ويكتب فرص عمل مثلا، راح يكون في بوابة خصوصية لفرص العمل بإمكان الشخص البحث فيها، يدور فيها ويشوف المجال اللي يناسبه. طيب مع وجود السوشيال ميديا والتكنولوجيا بشكل عام، في ثورة عامة أصلا حصلت في التكنولوجيا وفي المعلومات وفي تبادل الآراء وفي الثقافات وفي تغيير قناعات كبيرة جدا. حضرتك شايف إن ده ممكن يحصل كمان في فرص العمل؟ ممكن بعد كده ما نلاقيش أي فرص عمل بتبقى موجودة غير عن طريق السوشيال ميديا؟ حقيقة هذا الشيء بدأ حقيقة بالتواجد. يعني اليوم الشركات تستخدم لينكدين للإعلان عن الفرص بشكل أقوى من غير وسائل، ممكن تستخدم بعض المواقع الأخرى، لكن بالتأكيد الإعلان عن فرص العمل بالطريقة الإلكترونية أصبح هو البوابة الأساسية لمعظم الشركات، وهذا الشيء أصبح ملاحظ في عدد كبير من الوظائف، سواء في المستويات المتوسطة أو في المستويات المرتفعة. أصبح البحث عن فرص العمل عن طريق الإنترنت هو الطريقة الأفضل. التغير لكن القادم هو ثقتنا الأكبر بوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أيضا عم تأمن لنا فرص عمل، وبالتالي أصبح ارتباطنا معها أعلى، أصبح شفافيتنا تجاهها أكبر، وحرصنا على تواجد المعلومات الحقيقية عن خبراتنا وعن إمكانياتنا صارت أكبر، لأنه من خلال فرص العمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار في شريحة كبيرة عم يجدوا فرص عمل، وبالتالي صارت الثقة أكبر بوسائل التواصل الاجتماعي، وصار الاهتمام حقيقة أكبر. وهذا من أهداف وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يضيفوا فرص العمل لزيادة الثقة وزيادة تمتين العلاقة بين المستخدم ووسائل التواصل الاجتماعي.